غرس فينا الحب والمحبة، وندعي له كما ندعي الوالدين. يعني حقيقة هذا الرجل ما شفنا منه إلا كل خير، كلمات زينة ونصايح وقصائد فيها إبداع وفيها يعني توجيه وثقافة، مجالسه نور على نور. لقد افتقدنا شخصية أدبية وثقافية، وفقده المجتمع، والواقع أنه لا ينسى دائما على الذاكرة، والواقع أننا هنا يعني نشعر بفراغ من بعد رحيل رحمة الله عليه. الله يرحمه، أنا أقول الله يرحمه أخ عبد الله، ما نعتبره إلا كأب لنا، يوجهنا ويسأل عنا ويسأل عن أولادنا وحياتنا. الأخ عبد الله نادر جنسه، الأخ عبد الله له فضل كبير علينا وعلى أخواني، فما نقول الله يرحمه ويسكن فسيح جناته. الحمد لله على قضائه وقدره. حقيقة يعني بمعنى أن مثل هذا الرجل يعني أول لم يموت، يعني حينما يخلف هذه الآثار ويخلف لأنهم يقولون إن المؤلف مثل الولد مثل الابن، يعني ليس رثاء بقدر ما هو وفاء لهذا الرجل، من حيث أننا يعني نحفظ فكره ونحتضن أيضا بما خلفه من العلم، وأبناءه حفظهم الله لا شك طبعا هم أهل لأن يعني يحتفوا مثل هذا، ونحن معهم أيضا مستعدون إن شاء الله. أفتقد الوالد صراحة كثيرا، وحينما يعني ما زلت إلى الآن يعني أشعر يعني بالرغبة في أني أنقل له كل ما يحصل لي. تعودت أنه في حياته أنه كنت دائما هو أول شخص أخبره بأي شيء، فيعني ما زلت إلى الآن يمكن يعني قد يكون غريبا أنه أني ما زلت يعني أنقل له رغم وفاته يعني بعد فترة، أنه كل ما حصل لي شيء تجدني يعني أفتح صورته وأقول له، يعني أخبره بما حدث لي، أتعرف أنه لا يسمعني، لكن سبحان الله يعني أشعر برغبة في أني أتواصل معه. يعني إلى اليوم بعد سنة ونصف من وفاته ما زلت أرى الوالد في كل مكان، ما زلت أرى الوالد في أصدقائه، أرى الوالد في أشياء كثيرة ما أملك معها إلا سبحان الله أني أترحم عليه. لكن كان العزاء الحقيقة للوالد في عزائه، عندما كانت الوفود تأتي من كل مكان، في من جانب ما كنا نتفاجأ بحب الناس له لأن هذا اللي تعودنا عليه، لكن من جانب آخر هذا الحب الغامر ما كان بسيط، كان ثمن رحلة 80 عام من بناء صلة الرحم، حسن المعشر، ترابط مع الجيران، ترابط مع الناس، الوفاء لهم، كل القيم اللي درسناها أو تعلمناها لما نشوفها حاضرة في شخص يعيش بيننا ويكون مصدر فخر لنا، أنا أعتقد أنه هذا شيء غير بسيط أبداً. وعزانا دائماً أن كل ما استذكرناه إحنا وأبنائنا وأحفادنا اليوم كلهم ينظرون، شوف في صور الجوالات الخلفية صورة الوالد عبد الله الحكيم في أوضاعها المختلفة، في ذكرياته، سيبقى الله يرحمه يعني الحقيقة مدرسة كبيرة جداً. أعود مرة ثانية، أنا لست تلميذاً فيها فقط، أنا أفخر بأني ابنه الأكبر وصاحب الكنية اللي كان دائماً ترنم مسامعي، أبو خالد جاء وأبو خالد راح، الله يرحمه إن شاء الله فيه واسع الرحمة. في الحقيقة يعني أشعر أن وفاة الوالد رحمه الله تعالى كانت انهداما لركن شديد كنت آوي إليه في حياتي، لكن عزاؤنا في أن ما عند الله خير له مما عندنا جميعا، وكما قال ذاك الأعرابي لابن عباس رضي الله عنهما، خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباسي.